سي تكس سوسة معمل نتاع نتيج معروف الجهة وكل شيء. دخلنا في جلسات مع الإدارة أبرمنا فيها عدة اتفاقيات. احنا طالبين من الإدارة بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة ما بين النقابة والإدارة. مرعنا كان الشركة داخل أسلوب المماطلة وعدم المبالاة في تطبيق محاضر الجلسات، مما انجر عنه تدهور في أجور العمال، وصارت جلسة في المعتمدية نتاع سوسة بحضور المعتمد الأول ورئيس التفقدية والإدارة، ولم نصل إلى اتفاق وهو تطبيق محاضر جلسات ورجوع لاحتساب الحد الأدنى لقيس الإنتاج كما كان معمول به اللي هي 15%. قررنا الدخول في إضراب 28 29 و30، وهذه تعتبر نضالات نقابية وما زلنا مش نربح في الإرداد الحقوق نتاعنا. المطالب نتاعنا هي تطبيق محاضر جلسات المبرمة ما بين النقابة والشركة، وهي المتمثلة في منحة فليكسيبيليتي ومنحة الفيلوشي حساب الحد الأدنى للروندمون 15%.